شغال الناس كلها بامتحان الكيمياء، حتى شعبه ادبي الناس كلها كانت مشغوله جدا بامتحان الكيمياء لانه كان امتحان قاسي شويه. افتكر كانت 2006 او 2007. بس ان اهلي كانوا مستغربين ان انا قاعد عادي ومستني النتيجه ولا حاسس بحاجه. بعد ما شفت النتيجه عرفت ان انا جايبه 96، فضلت اصرخ لمده تقريبا ربع ساعه كده كان انا مثلا جايبه درجه وحشه جدا، مع ان يومها يعني جايبه 96 خلاص. بصراحه بعيط، كل اللي بيشوفني بيقول ان انا مش جايبه اصلا مجموعه. بس انا كان والدي توفى قبل امتحاناتي بيومين، يمكن ده الموقف الغريب اللي حصل وقتها، ودخلت الامتحانات كلها. كنت انا قاعده على البحر وكنت متوتره جدا وكنت مستنيه النتيجه، ولما عرفتها اللي هو كنت ساعتها جايبه 96 كنت متضايقه شويه، بس اول ما سمعتها كنت متضايقه، رحت نزل البحر على طول طز بقى في كل حاجه. كنت باكل، كنا يعني كنت طالعه من البحر بقى وبناكل وكده، وعمي كلمني وقال لي النتيجه، قلت له طب اوكي، وقفلت وكملت اكل عادي جدا. كان في توتر اكيد، والبيت كله كان متوتر طبعا. اول ما النتيجه ظهرت بقى انا ساعتها جبت 84.5، كنتش مبسوط برضه. بس بعد كده بقى قعدت افكر في الكليه اللي انا هدخلها وكده، جبت النتيجه بعدها بثلاث ايام من واحد صاحبي، فعادي يعني بالنسبه لي ما كانش في دماغي، انا كده كده كنت عارف انا هجيب كام النتيجه في اليوم دوت. فانا كنت جايب 80% يعني وبتاع، هم كانوا فاكرين، انا قلت لهم في البيت انا جايب 95. قعدت بقى يومين على هذا الوضع لحد ما نزلت النتيجه بقى، وكان الله بقى بالسر عليه لما جبت، اعترضت يومين وكده. لا يوم النتيجه لا ما كنتش حاطط في دماغي عامه، لان انا كده كده كان الامتحانات ما كنتش حل فيها كويس، ما كنتش متوقع يعني ان انا اخد، بس كانت اتاخرت ساعتها، بس هم كانوا فاكرين ان انا سقطت. طبعا ما عرفنا النتيجه كل واحد كان عمال قبل منها بيدعي طبعا، وبعد كده اول ما تاني يوم لقينا النتيجه اعلنت على طول، صدمنا طبعا كل المجاميع كانت عاليه والمجاميع كانت قليله. الحمد لله يعني 55. وعملت ايه؟ قلت فرح. المجموع قليل شويه في الثانويه العامه، بس والدتي بقى كانت صحتني بطريقه عجيبه يعني، استحاله تتنسي يعني. بس فضلنا طول اليوم دوت لحد دلوقتي بفتكر نفس الموقف دوت، انه صحتني بطريقه كبسه مثلا كان معايا حشيش حريم اي حاجه، بس الحمد لله يعني عدت على خير. شكرا. رايح قصدي اشوف النتيجه في مدرستي. تمام. فانا كنت طبعا ممتحن في مدرسه ثانيه، فقال لي لا نتيجتك مش باينه. قلت ايه ده، انا سقطت ولا ايه؟ اتاريها طلعت النتيجه في المدرسه الثانيه اللي امتحنت فيها اصلا. انا كنت بره وبعدين روحت البيت قالوا لي النتيجه طلعت وانت جبت 94%. بس انا كنت مظلوم النتيجه لان ما كانتش عجباني طبعا.